اخواني اخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى على قناتكم البيتكوين بالدارجه. باش نديروا واحد اطلاله على الكوين ماركت كاب دوميوز البيتكوين 39.6، يعني تقريبا بحال البارح، والان الثمن ديال البيتكوين 21600. باش نضرب واحد اطلاله على الديلي فريم باش تكون عندنا واحد الصوره واضحه على الاتجاه. كما كتشوفوا من بعد ما نزلنا من رايزنج ويتش باتان كان عندنا هنا واحد منطقه الدعم وتحدثنا عليها بزاف، يعني بعد ما كان النزول كان عندنا واحد الدعم قوي. كما كتشوفوا هنا الفي بي في ار، الا كان عندنا الاختراق ديال 20800، يعني الا البيتكوين كسرنا الدعم هذا يقدروا نوصلوا لمناطق متدنيه تقريبا 19000 دولار هي الاولى، وربما هذا يكون كيشكل واحد دولار كوست افريج على المدى المتوسط. نمشي نضربوا اطلال على الفير اور فريم، كيتشكل عندنا تقريبا هنايا بحال واحد دبل باتم، يعني الا تجاوزنا هاد المقاومه تقريبا هادي اللي هنايا يقدر يمشي بينا السعر نحو الاعلى. ولكن الله يخليكم، يعني واحد الحاجه خصنا نردوا لها البال، الويكلي كلوز ديال الاسواق التقليديه الا كانت ايجابيه هذا يمكن يعطي المجال للبيتكوين باش تكون عنده واحد الاسعار اللي مرتفعه. باش نضرب واحد اطلال على الفريم ديال الساعه، هذا مهم بالنسبه للديلي تريدر. كما كتشوفوا هنا يعني تقريبا هاد الايام الاخيره، يعني عندنا واحد الهوريزونتال موفمنت، عندنا واحد الكونسوليديشن، وكما كتلاحظوا معنا الان الا قدرنا نعاود نصعدوا على هذه المنطقه ديال 21700. وكما كتلاحظوا اخواني اخواتي، يعني في الايام الاخيره يعني البيتكوين عودنا على هذا الكونسوليديشن فيز، يعني يقدر يمشيو هكا عاوتاني واحد اليومين ولا ثلاث ايام وعاد نشوفوا واحد الصعود الى الاعلى. ولكن شيء مهم لازم خاصنا نردوا ليه البال، وانه الا تجاوزنا هذه المنطقه ديال اللي وصلنا لباح تقريبا 21700 ولا 21800 يقدر يكون عندنا واحد التاتش مع 200 ام اي، يعني يقدر يكون عندنا من بعد واحد ريجيكشن، يعني جوج الاشياء خاصهم ياخذوا من واحد في الحسبان. والان باش ندير واحد الاطلاله على الفريم ديال 4 ساعات، نشوفوا فيبوناشي ريتريسمنت. كما كتشوفوا الكونسوليديشن تقريبا على 0.5، وتحدثنا على هذه المنطقه هذه بان يقدر لنا لو وصلنا، يعني هنا تكون هنا واحد المنطقه ايجابيه لو وصلنا 0.61، فمناطق مرتفعه ممكن شهادتها غدا ان شاء الله. نمشي نضرب واحد الاطلاله على الايثيريوم. كما كتشوفوا بعد هذا التصحيح هذا اللي وقع لنا بالنسبه للايثيريوم تكلمنا عليها، كان صعود 100%، واحد النزول كان عندنا هنا واحد التصحيح. وكما كتشوفوا يعني من البارحه فعندنا واحد الاساندينغ تراينجل. ولكن حاجه مهمه نبغي نعاود نذكر بها باننا غدا عندنا الويكلي كلوز خاصنا نرضوا بان الاسواق التقليديه، وعلى العموم بالنسبه للتداول القصير الاجل فنحن ايجابيين، ولكن بالنسبة للتداول بعيد المدى فأنا أرى بأنه من الممكن بأن البيتكوين يقدر يشهد واحد انخفاض اللي يكون قوي جدا، نقدروا نوصلوا حتى المناطق ديال ما بين 11000 و 14000. إخواني أخواتي، هذا كان فقط يعني واحد تحديث سريع، واحد الحاجة نبغي نذكر بها، إلى عجبكم المحتوى ديال القناة الله يخليكم ديروا واحد الاشتراك واحد لايك. شكرا للمشاهدة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، مع السلامة.